الذي حدث مع هذا الصحابي رضي الله عنه أنها ساعة غضب، فعندما اختلف مع الزبير فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الخلاصة: يا رسول الله، الزبير هنا يأخذ الماء وهو قبلي، وأنا أبقى أنتظر حتى يسقي زرعه، ثم بعد ذلك يأتيني الماء فيتأخر علي، فلو تأمره يا رسول الله أن يرفع الجدر حتى إيش أحصل الماء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشخص، وسمع من الزبير، لكن ماذا هو الزبير؟ هو في البداية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بينهما ماذا؟ الصلح. يريد النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ماذا؟ الصلح. فماذا قال للزبير؟ يا زبير اسقي، ولكن اترك المجال إلى من؟ إلى أخيك. شو اسقي يا رسول الله؟ احنا ما بدنا يسقي، احنا بدنا نظل فاتح على طول. كيف فاتح على طول؟ معناته ما سقاش. طب شو طلبك؟ شو جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف عن طلب الحال اللي كان عليها الزبير. يعني ايش ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الزبير؟ طب شو اختلف الوضع؟ انه بعد ذلك قال له اسقي ثم احبس الماء. لا، قلنا ها الزبير اصلا بعد ما يسقي كان يرفع ويعطي مين؟ جاره. فهذا الرجل الصحابي الانصاري البدري طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يظل رافع ايش؟ الجدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اسقي ثم ارفع الجدر. طب ما هو هيك بيساوي الزبير، بيسقي وبرفع الجدر. شو طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير بيختلف عن فعل الزبير؟ شو اللي بيختلف؟ تفضل. يعني بكون في افرع، بكون في افرع، ده حال افرع على زرع، بعدين برجع بسكر، لا ياخذ حقه هو كان. احسنت، انه النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير خذ اسقي زرعك، لكن لا تاخذه كاملا، يعني لا تظلك تنزل الماء حتى تكتفي. الآن بالتعبير العامي سلك حالك، ثم بعد ذلك كمل، لأنه غيرك بيستنى، لأنه غيرك بيستنى. فذاك الصحابي سعد غضب، قال لا يا رسول الله، أي لأنه ابن عمتك؟ إيه، لأنه ابن عمتك تقول هذا القول، تقضي هذا القضاء. طبعا هذا إن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن كثير من الصحابة عن حقه، وإلا هذه الكلمة أصلا لو مسلم في هذا الزمان يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعني مصيبة عظيمة جدا، قد تصل به إلى الكفر والعياذ بالله. لكن في ذاك الزمان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره يتعامل معه ليس كرسول، وإنما كشخص، كقاضي، وما شابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأنك يا زبير إذا خذ حقك الشرعي، أكمل حتى تصل الماء إلى نصف السيقان، ثم بعد ذلك افتح له الماء، ما دام أنت لم تقبل الفضل. نعاملنا معك إيش؟ بالفضل، ومع ذلك قلت هذا القول، سوف نتعامل معك الآن بالحق وبالعدل. العدل أن يأخذ حاجته ثم يفتح إيش؟ الجدر. لكن أنت ماذا طلبت؟ طلبت أن لا يأخذ حقه حتى، وأن لا يكتفي، وعندما عاملناك بالفضل قلت ما قلت. فهذا هو الحال الذي حصل في تلك الواقعة، سوف نعيش مع هذه الواقعة في درسنا القادم. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.